اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العظيم. ها نحن اليوم في يوم من أيام الله تعالى المباركة، نحن في يوم عرفة، يوم الموقف المهيب في هذه البقعة المباركة من أرض الله تعالى، يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، يوم مغفرة الذنوب، يوم العتق من النيران، يوم المباهاة بأهل الموقف، أهل عرفة. فهو يوم عيد لأهل الموقف، ومغفرة ورحمة وبركة ونفحات وعطايا لجميع المسلمين في كل مكان. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. من محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ورحمة المولى العظيم بهم إنه جعل ليهم مواسم الخيرات متوالية عشان يتعرضوا لنفحات الله ورحمات الله سبحانه وتعالى التي يصيب بها من يشاء من عباده. فما أن انتهى شهر رمضان المبارك إلا وبدأت أشهر الحج، وفي أشهر الحج فيها أشهر حرم حرمها الله تعالى وعظمها جل جلال الله، وفي تعظيمها تعظيم لحرمات الله تعالى وشعائره. ومن الأمور اللي بتجدد الإيمان في قلب المؤمن تعظيم المؤمنين لشعائر الله، تعظيم المؤمنين لشعائر الله بالبعد عن حرماته ومواطن غضبه. يقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإن كان للآية هنا معنى خاص في السياق اللي هي جت فيه، إلا إن تعظيم ده مفهوم الآية مفهوم عام. الشعيرة هي مظاهر العبادة، وكذلك الشعيرة ممارسة العبادة، زي الأذان شعيرة من شعائر الدين، إقامة الصلاة شعيرة
من شعائر الدين، الصلاة شعيرة من شعائر الدين، وبيتسع مفهوم الشعيرة فبيشمل كل ما عظمه الله تعالى من أمور شرعه الشريف، من حيث الفرائض، الواجبات، الأشياء اللي أمرنا أن احنا نقوم بيها، والأشياء كذلك اللي حرم علينا أن احنا نأتيها من المحرمات والممنوعات. فمن فعل ما أمر الله تعالى به من الأوامر الربانية والتزم بيها، عالم عارف إن في الإتيان بالشيء اللي ربنا أمرنا أن احنا نقوم به ده تحقيق لمرضات الله سبحانه وتعالى، وتعظيم لأمر الله، الأمر اللي قال لنا ما تقربش من ده، اجتنب هذا، هذا محرم فلا تقترب منه. كذلك الإنسان بيعمل الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى أمره أنه يعملها، وأنه بيبتعد عما نهى الله تعالى عن الأمور اللي نهانا أن احنا نبتعد عنها، بنبتعد وإحنا عارفين أن في ترك ذلك بعد عن مواطن سخط الله تعالى. اللي يعمل ده بقلب حي فقد عظم ما عظم الله تعالى. ومما عظم الله تعالى وحرم هذه الأشهر الحرم، هذا جملة هذا الزمان الشريف اللي بتقع في أثنائه فريضة من أعظم الفرائض، وهي فريضة الحج. وفيها في هذا الزمان الشريف في أيام هي خير أيام الدنيا، وفيها يوم هو أفضل أيام العام، يوم عرفة، الأيام ليالي العشر، وهاد جملة هذه الأيام والليالي، أيام وليالي شريف. وفي الأيام بتاعة شهر ذي الحجة يوم عرفة، وهو يوم مشهود له بالخير. لما بيتكرر على الأسماع والآذان إنه ده خير يوم طلعت فيه الشمس، وإنه خير الأيام إلى الله، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله مما سواه، ده عشان يحفز الهمم لو كانت تقع في الكسل في سائر الأيام والليالي، فعليها أن تجد وتشمر عن ساعديها لتسعى إلى الاجتهاد في الطاعات والعبادات تعظيما لما عظم الله جل وعلا. والمستفيد من ده إحنا. الأشهر الحرم بينها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين في خطبة الوداع، وذكر إن في الأشهر الحرم ثلاثة متتالية، يعني ثلاثة بيجوا ورا بعض، واحد بيجي لوحده، الثلاثة المتتالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو شهر رجب الذي يكون بين جمادى الآخرة وبين شهر شعبان. ومن تعظيم الأشهر الحرم، من تعظيم المؤمنين والمؤمنات للأشهر الحرم، التعرض فيها لنفحاتها. هنتعرض إزاي لنفحات الله؟ بكثرة التقرب إلى الله تعالى بالعبادات الصالحة. لو كنت غافل في سائر الأيام والليالي، لو كنت لاهي مع اللاهين، لو كنت عاصي مع بعض من يقع في المعاصي، لو كنت حتى من أهل الطاعة فلا بد من الزيادة فيها، لأنها خير أيام الدنيا، خير يوم طلعت فيه الشمس، يوم عرفة. فالإنسان يتقرب المؤمن بالعبادات الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وذكر، ومن قبل كل ذلك بإعلان التوبة إلى مولاه، وغير ذلك كثير يتقرب به المؤمنون والمؤمنات ويجدوا بالعمل الصالح في خير أيام الدنيا. سميت الأشهر الحرم بهذا الاسم عشان زيادة لزيادة حرمتها ولتحريم القتال فيها ولتحريم النزاع فيها، إلا طبعا في رد العدوان. قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني في الأشهر الحرم امسك نفسك عن ارتكاب المعاصي، وسع في الاجتهاد في الطاعات والعبادات، صحح مسارك
وأكثر من الخير، لتفتح لك الأبواب ولتعطى من النفحات نفحة رحمة بمغفرة جيلك، نفحة رحمة برزق واسع تجيلك، نفحة رحمة بصلاح ذرية تجيلك، نفحة رحمة نكون من أهل القرآن العاملين المعلمين الطائعين تجينا، نفحة رحمة من رب العالمين نكتب من العتقاء من النار. هكذا يكون التعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى، وما أعظمها في هذا اليوم المشهود يوم عرفة. انتبه فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يبقى لسه بقية الشهر الحرام الذي نحن فيه شهر ذي الحجة. احنا النهاردة يوم 9 ذي الحجة ولسه بقية الشهر، وحنستهل شهر حرام آخر. الله قال في كتابه فلا تظلموا فيهن أنفسكم، والمعنى مش معناه تظلم، ما تظلمش نفسك بارتكاب المعاصي في هذه الأشهر الحرم وبعد كده ترتكبها في غيرها، لا، انت بتتدرب فيها وبتتعرض فيها على لنفحات الله. ربما نفحة تجيلك لو كنت من أهل المعاصي ترد فتعود لتكون من أهل الطاعات، لأن المعاصي والآثام في الأشهر الحرم أعظم حرمة فيما دونها. ورد عن سيدنا قتادة، وكان سيدنا قتادة من كبار التابعين، أنه قال إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيم، ولكن الله يعظم من أمره ما شاء، مع على قدر خشية العبد من ربه وتعظيم العبد لما عظم الرب، على قدر ما تأتيه النفحات برحمات الله تعالى تنتشل تاخده من الظلمات إلى النور. ولابد أن تتفتح في قلوبنا مسامع الاتعاظ، مسامع أن نكثر من ذكر الله بقلب حاضر، أن نستغفر بقلب حاضر، أن نعلن التوبة بقلب حاضر، أنه لابد من حالة من التغيير الجذرية في هذه الأيام والليالي الشريفة. هي تأتينا بخيراتها فلنقدم ونتعرض لنفحاتها بعظيم وبالاستعداد وبالاجتهاد بالعمل الصالح الذي يرضي المولى سبحانه وتعالى. تعظيم حرمات الله فيها، تعظيم حرمات الله فيها الخير الوفير والثواب الجزيل. وربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك ومن يعظم ذلك، ودي إشارة كده للبعيد للتعظيم، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والمعنى أن من يعظم حرمات الله تعالى فيجتنب معاصيه ويجتنب المحارم، فإن ده هيكون له خير كبير عظيم له مدخر عند ربه، لأنه بسبب هذا التعظيم لتلك الحرمات ينال رضا رب العالمين سبحانه وتعالى وثوابه. فكما إنه على فعل الإنسان لما بيسعى لفعل الطاعات بياخد ثواب جزيل وأجر كبير، كذلك الإنسان لما بيترك المحرمات وبالذات اللي اعتاد عليها فيترك المحرمات ويجتنب المحظورات ويسعى في الصالحات، هذا أجر عظيم له عند الله سبحانه وتعالى. لأن القلب والقلوب ما فعلت ذلك إلا خضوعا وخشوعا لربها وتقوى لله رب العالمين، فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول إذا كان ترك هذا التعظيم لحرمات الله يؤدي إلى حصول الإنسان ذلك على شيء من المتاع الدنيوي الزائل، فإن التمسك بهذا التعظيم لحرمات الله أفضل من ذلك بالكثير عند ربكم وخالقكم. فكونوا عباد الله من أهل العقل والحكمة، ولا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، واحرصوا على الباقي دون الفاني. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن ال
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المتقين المعظمين لشعائرك وحرماتك، وأن تجعلنا يا مولانا ممن رجحت حسناته على سيئاته، وأن تغفر لنا وترحمنا وتعتق رقابنا من النار، وتعاملنا يا مولانا بعفوك، عاملنا يا مولانا بعفوك، إنك على كل شيء قدير. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. ربما لم تحن الفرصة بعد، ولم يتيسر لبعض الناس القيام بهذه الشعيرة العظيمة، لكن الشرع الشريف دائما يحرص على أنه يوفر المنح والعطايا اللي يحصل بيها المسلم الأجر الجزيل والثواب الكبير، ويكون بذلك شارك هؤلاء الحجيج في شيء من عباداتهم من حيث الحرص على الطاعات والبعد عن المعاصي. فإذا كان الحجيج الآن، ها هم الآن منشغلون بأداء مناسككهم، هم الآن يؤدون الركن الأعظم من أركان الحج، ها هم الآن يؤدون الركن الأعظم من أركان الحج، فإن كذلك المقيمين في بلادهم أمامهم من أعمال الخير والبر الكثير والكثير. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا، فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. ولعل المقصود الحقيقة من التنبيه على تلك الكلمات الطيبات والأذكار المباركات، التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، تنبيه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على تلك الكلمات الطيبات والأذكار المباركات ليكثر العبد من ذكر ربه في هذه الأيام والليالي الشريفة.
وبخاصة في يوم عرفة. فإذا كانت تلبية الله تعالى من الحجيج عند الحرم والوقوف بعرفة وغير ذلك مما يقوم به الحجيج في حج البيت شيء يرضاه المولى سبحانه وتعالى ويحبه جل جلاله، وهو من أجل العبادات وبها تغفر الذنوب، فكذلك الأذكار التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أفضل الكلام وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى، وبها يرضي العبد ربه، لأن الذكر عبادة يسيرة يستطيع الإنسان أن يصطحبها في كل وقت ليل نهار، وهو على فراشه وهو جالس وهو قائم وهو يسير في كل وقت وحين. والإكثار من الذكر مطلوب على كل حال، لكنه في تلك الأيام والليالي الشريفة وعلى وجه الخصوص الآن فيما تبقى من يوم عرفة، في يوم عرفة وما تبقى فيه في هذا اليوم العظيم، فإذا كان الحجاج هناك يلبون لبيك اللهم لبيك، فعلينا نحن ونحن في بلادنا بكثرة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد. من الأعمال المستحبة في هذا اليوم المبارك في يوم عرفة، وأرجو ألا ننسى ذلك، اجتماع الناس، نجتمع على ذكر الله، نجتمع لذكره ودعائه بعد العصر، بعد صلاة العصر يوم عرفة، تشبها بالحجيج، بحيث أنه يحرص الناس في المساجد أو في بيوتهم في هذا اليوم العظيم، أو بعد الانتهاء من وقت العصر كده إلى دخول المغرب، نجلس من أجل الذكر والدعاء، نجلس في هذا الزمن من الآن من بعد صلاة العصر إلى دخول وقت المغرب، نجلس للذكر والدعاء حتى دخول وقت المغرب، وده من باب الحرص على الطاعات، من باب التماس مواسم الخيرات، من باب التعرض لنفحات رحمة الله تعالى التي يصيب بها من يشاء من عباده، فأخلصوا تستخلصوا، أخلصوا تستخلصوا، أخلصوا تستخلصوا، لابد من التعرض لنفحات الله بكثرة الذكر، بكثرة الدعاء، والرجاء أن يتقبلنا الله سبحانه وتعالى وأن يدخلنا في عباده الصالحين. ومن أجل كذلك التشبه بحال أهل الموقف، أهل عرفة، فنغتنم بأفضلية ذلك الوقت، ونغتنم لنحصل على البركات، بركات الدعاء مجتمعين فيما بيننا. والفعل ده محمود بعموم نصوص الشرع الشريف، الرجل مع أهل بيته يجلس، إن كان المصلين في المسجد أو رواد المسجد فيه يقومون بالذكر والدعاء إلى دخول وقت المغرب، والأهل البيت مع بعض نقعد مع بعض من دلوقتي لدخول وقت المغرب، ونحن نتشبه في ذلك بأهل الموقف، نذكر وندعو الله ونسأله من خيري الدنيا والآخرة، كما إنه وارد عن بعض السلف الصالح إنهم كانوا بيعملوا كده، يجلسون فيجتمعون في مساجدهم في دورهم في أي مكان فيه يدعو ويذكر الله تعالى، وقد نقل ذلك عن الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنه. اللهم نور أبصارنا وبصيرتنا بنورك، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك، وقلوبنا عامرة بخشيتك، وأبداننا هينة لينة خاشعة لطاعتك، وأحي قلوبنا بذكرك، واصرفنا يا مولانا عن مواطن سخطك، وأعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
اللهم آمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك الله. وردت الأحاديث النبوية الشريفة التي توضح الفضل العظيم وبركات يوم عرفة، منها إنه يوم المغفرة، يوم العتق من النار. ففي الصحيح من حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو جل جلال الله ثم يباهي بهم الملائكة. وفي صحيح ابن حبان من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام يوم عرفة. نحن الآن في أفضل أيام الدنيا يوم عرفة. وفي رواية: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. قال أهل العلم: المباهاة هنا يباهي بهم، يعني المباهاة هنا تدل على الفرح والرضا عنهم، يعني نالوا رضا المولى سبحانه وتعالى، وهذا يعني تنزل الرحمات عليهم ومغفرة ذنوبهم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخير مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي، ولك ربي تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجيء به الريح. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من رحمة الله تعالى الواسعة ومن نفحات هذا اليوم المبارك إنه تجد إنه من رحمة رب العالمين بالعباد في هذا اليوم العظيم إنه يوم مش عادي في إجابة دعائه. ورد في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وذكر العلماء في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أي إنه في هذا اليوم أجزل في الثواب. ما أنت بتقوم بعبادة، الدعاء عبادة، أنت لما تقوم وتدعو الله سبحانه وتعالى وتسأله من خيري الدنيا والآخرة وتتذلل بين يديه وأنت العبد الفقير إلى الله الغني، أنت في الحالة دي في عبادة، ففي ثواب عظيم جزيل على أدائك في هذه أو قيامك بهذه العبادة. وكذلك من نفحات إنه خير الدعاء دعاء يوم عرفة إنه اليوم اللي فيه
أعجلوا في الإجابة. كما إنه لا يخفى إن عبارة هذا الحديث لا تقتضي أن يكون الدعاء قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بل المراد إن خير الدعاء ما يكون يوم عرفة. أي دعاء كان، أي دعاء تدعو به المولى سبحانه وتعالى، لأنه من باب التعرض لنفحات الله، من باب تعظيم شعائر الله، لأنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام وتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام ما هي إلا حظ للمؤمنين والمؤمنات على إن هم يجدوا ويجتهدوا في سائر العبادات، وكذلك على وجه الخصوص الدعاء في هذا اليوم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام وخير ما قلت، إشارة إلى ذكر غير الدعاء، يعني يستحب الثناء على الله قبل الدعاء، اللي هي آداب الدعاء اللي تكلمنا عنها واللي بنذكر بيها من وقت إلى آخر. يبدأ الإنسان دعاءه بحمد الله والثناء على الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد كده يدعو الإنسان بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، ويختم بذات الطريقة. وفي رواية أخرى بتبين فضل الدعاء في هذا اليوم، وهو ما ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجيء به الريح، اللهم آمين. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. في مصر العيد الكبير يعني لحمة، وكل واحد بيعملها بطريقة، يعني عندك اللي بيشويها، في اللي بيسلقها وغيره بيشوحها، وبرضه في اللي ما بيحبهاش براحته. بس إبراهيم مثلاً ما يقدرش يجيبها، نادية بتطبخها مرة كل فترة، أم محمد ومحمد عندهم حاجات أهم. عشان كده لو بتحب اللحمة أو ما بتحبهاش، ممكن تفرح غيرك بصك لحمة بلدي عشان يشاركنا فرحة العيد. اشتري صك الأضحية البلدي من مؤسسة حياة كريمة، أعلى جودة لحوم موجودة في مزارعنا، أقل سعر، أسرع وأضمن توصيل لكل المحتاجين، عشان موجودين في كل حتة في مصر. سعر الصك 9600 جنيه. تقدر تشتري من رقمنا أو من الموقع أو من أكشاك حياة كريمة. ممكن تدفع كاش أو تحويل بنكي أو حتى تقسيط لحد 10 شهور. مؤسسة حياة كريمة، من إنسان لإنسان. لبيك لا شريك لك لبيك، إن
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تطبيق راديو مصر قرآن كريم، استمع للقناة أو استخدم مكتبة المصاحف، اختار القارئ والسورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المصحف المجود أو المرتل، حمل التطبيق من على أب ستور أو جوجل بلاي أو سكان الكيو آر كود. للإعلان على قناة مصر الأولى، شركة بي أو دي، الوكيل الإعلاني الحصري. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أخلاقنا الجميلة أخلاق مصر. لا طالما يقول الأبناء إن آباءهم لا يفهمونهم وينسون كذلك أن من حق الآباء أن يقولوا أن الأبناء لا يفهمونهم. احترام الآباء أخلاقنا الجميلة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا. لأن اليوم هو خير الدعاء فيه، ولأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا فقال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ندعوك يا ربنا في هذا اليوم العظيم وفي هذه الساعة المباركة، يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا وارحمنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك تصلح بها شأننا في الدارين، وارحمنا رحمة منك، ارحمنا رحمة منك نسعد بها في الدارين، وتب علينا يا مولانا توبة نصوحة لا ننكثها أبدا يا رحمن يا رحيم، وألزمنا سبيل الاستقامة فلا نزيغ عنها أبدا بفضلك وجودك يا وهاب. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. نسألك، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات،
اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط. اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وأغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. نور قلوبنا وقبورنا، وأعذنا من الشر كله، واجمع لنا الخير كله. اللهم نستودعك ديننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا وجميع ما أنعمت به علينا وعلى جميع أحبابنا والمسلمين أجمعين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا رافع الدرجات ومنزل البركات، ويا فاطر الأرضين والسماوات، ضجت إليك الأصوات بصنوف اللغات، يسألونك الحاجات، يسألونك الحاجات، يسألونك الحاجات. وحاجتنا إليك أن تعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار. أستر عوراتنا يا مولانا، نسألك أن تستر عوراتنا وأن تؤمن روعاتنا. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نبتهل إليك، نبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، نبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عبرته، وذل لك جسده، ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، وكن بنا رؤوفا رحيما يا غفار الذنوب، يا خير المسؤولين وأكرم المعطين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. يا من يملك حوائج السائلين، ويعلم ضمائر الصامتين، يا من ليس معه رب يدعى، ويا من ليس فوقه خالق يخشى، ويا من ليس له وزير يؤتى، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جوداً وكرما، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضيلاً وإحساناً، يا من لا يشغله شأن عن شأن، ولا سمع عن سمع، ولا تشتبه عليه الأصوات، ولا تختلف عليه اللغات، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، أذقنا برد عفوك، أذقنا برد عفوك، أذقنا برد عفوك، أذقنا حلاوة مناجاتك، أذقنا حلاوة مناجاتك، أذقنا حلاوة مناجاتك. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا
أعتق رقابنا جميعا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم يا فتاح، اللهم يا فتاح، اللهم يا فتاح، انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، وقر أعيننا بنصرة إخواننا في فلسطين، ورد عنهم كيد المعتدين الظالمين المتجبرين المتكبرين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك، ونعوذ بعظمتك أن يؤتوا من تحتهم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفق الراعي وأصلح الرعية، اللهم وفق الراعي وأصلح الرعية، اللهم وفق الراعي وأصلح الرعية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحسن إلينا والمسلمين. ربنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.